بالنسبة لحالة الأطفال، الحمد لله جميع حالات الأطفال المصابة في مملكة البحرين كانت فعلا حالات بسيطة وتماثل عدد كبير للشفاء. موجود عدد من الحالات حاليا في مراكز العزل ويتماثلون للشفاء، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح أنهم يرجعون المنازل ويتبع معهم نفس الإجراءات ونفس البروتوكول العلاجي والمتابعة من حيث أخذ العينات، متابعتهم للأعراض، وجود طاقم طبي وتمريضي متخصص لتوفير جميع أنواع الرعاية على أعلى المستويات، والحمد لله ما في أي مضاعفات، وإن شاء الله يستمر الوضع على هذا الحال.